شربات غولا فتاة ولدت سنة 1972 بمنطقة البشتون الأفغانية. كانت هالطفلة مثار اهتمام المصور الصحافي ستيف ماكوري. قضت شربات غولا طفولتها بمخيم بباكستان المجاورة أثناء الحرب السوفيتية على أفغانستان، وبهيديك الفترة وتحديداً عام 1984 التقطت لها صورة من قبل ماكوري. عام 1985 ظهرت صورة شربات غولا على غلاف مجلة ناشونال جيوغرافيك، وكان عمرها حوالي 12 سنة. بعد الظهور الأول للصورة أصبح يطلق عليها اسم الفتاة الأفغانية لأن هويتها كانت مجهولة إلى أن تم الكشف عن اسمها الحقيقي عام 2002، ولأن الصورة أثارت اهتمام الناس شبه ستيف ماكوري بليوناردو دافنشي وقت اللي رسم لوحة الموناليزا، وهالأمر دليل على براعة ماكوري واختياره الموفق بهالصورة، والبعض أطلق عليها لقب الموناليزا الأفغانية. بقيت هوية شربات غولا مجهولة ما يقارب 17 سنة، حيث كانت أفغانستان بهالفترة شبه مغلقة أمام الأعلام الغربي، إلى أن تمت إزاحة حكومة طالبان عام 2001. وعلى الرغم من كل المصاعب إلا أنه ماكوري كان عم يعمل جهده من بداية التسعينات تحديد موقع شربات والتعرف على هويتها، إلا أنه محاولاته باقت بالفشل. وبمطلع عام 2002 انتقل فريق عمل تابع لشركة ناشونال جيوغرافيك لأفغانستان لبدء عملية البحث عن الفتاة الأفغانية بشكل رسمي، وكان ماكوري على علم مسبق بأنه المخيم اللي كانت فيه شربات قد أغلق، مما بيزيد صعوبة المهمة. ومن الصعوبات اللي واجهها فريق العمل أيضاً ادعاء مجموعة كبيرة من النساء بأنهن الفتاة الأفغانية، وكان الفريق بيعاني جراء هالادعاءات وبتتأخر عملية البحث أكتر وأكتر. وبمحاولة لإيجاد الفتاة الأفغانية بحث ماكوري عن المعلمة اللي سمحت له بتصوير الفتاة وتمكن من إيجادها، وبدأ معه بالبحث بسجلات المدرسة ولكن من دون فايدة، إلى أن عرضوا الصورة على الفتيات فظهرت وحدة بتقول إنها بتعرف صاحبة الصورة وبتعرف عائلتها ووين بتسكن، وإنها قد تزوجت وانتقلت مع عائلتها لقرية تانية. وباليوم الثاني توجه ماكوري مع المعلمة وفريقه إلى منزل شربات وقاموا بلقاء شقيق الفتاة الأفغانية المزعومة. وتم اللقاء بشربات صاحبة العينين الخضروين بعد موافقة شقيقة نظراً للعادات اللي بتتحكم بوضع النساء بأفغانستان، وبدأ طرح الأسئلة عليها فسألوها إن كانت الفتاة الوحيدة اللي صورها ماكوري هيداك اليوم، فأجبتهم بالنفي وقالت إن آخر فتاة تم تصويرها بهيداك اليوم. سألوها أيضاً إن كانت بتتذكر هالصورة، فكانت إجابتها إنها بتتذكرها تماماً وبإنه الوشاح اللي كانت لابسته كان محروق من طرفه، وأضافت بأنه هالصورة هي أول صورة التقطت لها وما تصورت من بعدها إطلاقاً. فتأكد فريق العمل من هالشي ووجدوا أنه كلامه صحيح 100%، مما أعطى ستيف ماكوري وفريق العمل أمل كبير بأنهم وصلوا للهدف المنشود. حتى يتأكدوا علمياً عرضوا الصورة على خبراء مختصين أجروا مجموعة من الأبحاث العلمية والفحوصات التقنية للتأكد بشكل جازم من حقيقة الفتاة الأفغانية، وقد كانت النتائج إيجابية. وبتأكد بأنه المرأة اللي بتدعى شربات غولا البالغة من العمر 30 سنة وأم لثلاث أولاد هي نفسها الفتاة اللي التقطت لها الصورة عام 1984. وعلى الرغم من الأصداء اللي حققتها صورة هالفتاة والشهرة الكبيرة بأرجاء العالم، كان المستغرب إنه شربات غولا وعائلتها ما عرفوا بوجودها وانتشارها، مع إنه الصورة كانت تباع بأفغانستان وتوضع على أبواب محلات التصوير. Thank you.